مرحبا جميعا، مثل ما وعدناكم رح نبلش بكورس الاوتوكاد من الصفر لحد الاحتراف. طيب اول شيء بدون ما نطول عليكم، النسخة اللي رح نشتغل عليها هي حتكون الاوتوديسك اوتوكاد 2022. طيب نحن مجرد ما سطبنا النسخة، نزلناها وكركناها الى اخره، فتحنا واجهة البرنامج بنلاقي طلع قدامنا هيك، سواء كان 22 او غيرها، هي بس بيختلف شوي من المنتصف شوي من على الطرف، يعني بس اختلافات كتير بسيطة، ما في اي داعي للخوف من شيء. طيب اول ما فتحناها رح يطلع لنا هالقائمة الكبيرة هي وهالكم شغلة يلي على جنب. طيب هدول اللي بالنص هن عبارة عن الريسنت، يعني الشغلات اللي انفتحت اخر شيء بالنسبة لكمبيوتري. انا فاتح هذا المخطط اخر شيء كان بالنسبة لي. طيب انا ما بيهمني هذا الشيء، بيهمني يلي هون. هون محطوط شغلتين، محطوط open او new. طيب لما اقول له انا open، open بيقصد فيها انه انا في عندي ملف already عم بشتغل عليه وراح بفتحه واشتغل كمل عليه. اما new فهو راح يفتح لي تماما صفحة نظيفة، مثل لما نحن نفتح او نجيب كرتونة مشروع بدنا نبلش شيء جديد. فلهيك نحن غالبا راح نختار حاليا new. طيب كبسنا على نيو، بنلاحظ انه دخل على واجهة الاوتوكاد. هاي الواجهة في كتير عالم بتخاف منها، بيقولوا لي انه هون في عنا رموز كتير، في ارقام كتير، في اكتر من نافذة، ممكن ما نعرف شو نعمل او نضيع او 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 الى اخره. طيب رح اقولكم، نحنا جماعة رح نشتغل باحترافية. شو يعني باحترافية؟ يعني انا ما رح بشتغل على اساس النظر على الاختصار وتطبيقه، لا، رح بشتغل على اساس اني حافظ الاختصارات عن غيب تماما، حتى لدرجة اني حافظ مكانهم على الكيبورد بدون ما اطلع. يعني انا ايدي متعودة انه تروح لمكان مثلا اختصار معين لحتى فعله واشتغل عليه. طيب الاوتوكاد كتير بسيط وكتير سهل واي شخص بيقدر يتعلمه. رح نحكي شغلة كتير بسيطة، انه الاوتوكاد هو ما له خاص بالهندسة المعمارية ابدا، تمام؟ اوكي، في فيرجن اوتوكاد اركيتكتشر او something، هذاك خاص شوي بيشبه الريفيت نوعا ما، بس بالنسبة للأوتوكاد الكلاسيك أنا هذا بفضل نشتغل عليه. ليش؟ هلأ هذا الأوتوكاد ما رح يفهم تماما أنه أنا لما برسم له على سبيل المثال مستطيل، أنه هذا الشيء عبارة عن جدران أو أربع جدران أو إلى آخره. لا، هو عبارة عن برنامج رسم فقط رح يقوم برسم الشغلات اللي أنت بتأمره فيها. طيب مثل ما حكينا بتأمره فيها، فالأوتوكاد هو برنامج بيعتمد على الأوامر. طيب قبل ما نفوت بأي تفصيلة رح نشتغل على شغلة كتير بسيطة، ألا وهي واجهة البرنامج. قبل ما نغير بواجهة البرنامج، لأنه بدنا نعملها كاستمايز بشكل أسهل بحيث يكون عندي مساحة عمل أكبر واحترافية أكثر بالشغل وسهولة وصول للأدوات اللي أنا بعتازها. طيب خلونا نروح ونشوف الانترفيس تبع الاوتوكاد. مثل ما لنا شايفين الاوتوكاد بينقسم لعدة اقسام بالنسبة للانترفيس تبعه. اذا رحنا لهون نحن، خلينا بس ناخذ المؤشر يكون احمر، طيب، او خلينا ناخذ غير لون كرمال يوضح معنا بهي الطريقة. طيب مثل ما لنا شايفين الانترفيس هي عبارة عن اول شيء بنلاحظه، اكبر شيء بواجهة الاوتوكاد، الا وهو الريبن. الريبن هو عبارة عن شريط ادوات، مثل ما لنا شايفين في كل شيء بخص الرسم بالاوتوكاد، سواء كان لاين بولي لاين الى اخره، هدول كلياتهم رح نفصلهم لقدام. هدول بنسميهم اوامر الرسم. طيب اما هدول هن اوامر الموديفاي، التعديل، يعني الموف، الكوبي، التحريك او النسخ، او الميرور، نعكس الشكل الى آخره. طيب هدول أدوات كلها ما في داعي نحن نحفظ مكانهم، رح نشتغل على موال تاني بطريقة أخرى وأكثر احترافية. فمعناتها نحن هنتعرف أنه هاد اسمه ريبن. طيب جينا لتحت بنلاحظ أنه في عندي شيء اسمه الكماند بار. الكماند بار هو شريط الأوامر، تمام؟ مثل ما حكينا من شوي أنه الأوتوكاد عبارة عن برنامج بيعتمد على الأوامر بشكل رئيسي، يعني ما بيعرف شو بده يرسم هو ولا شو بده يعمل او باي قيمة او شو الرقم او الطول، فنحن بنعتمد على اوامر معينة لحتى نرسم داخل الاوتوكاد. طيب داخل او تحت عفوا شريط الاوامر رح نلاقي هذا الشريط الصغير اللي فيه عدة رموز. هدول الرموز هن عبارة عن drawing helpers، يعني مساعدات للرسم، يعني انا هدول رح يساعدوني بالرسم على الاوتوكاد، مثل ما نحن عنا مسطرة، مثلث، الى اخرها ايا كانت الاداة.
بعد ما خلصنا من هدول رح ننتقل للشيء الرئيسي ألا وهو الـ Workspace. نحن بهمنا كتير مساحة العمل ونعملها Customize بالطريقة اللي تكون فيها سهلة وبسيطة وما معقدة، مثل ما شايفين شوية اختصارات ولا طعمة وأخذ مساحة من الشاشة، خصوصا للناس اللي عندها الشاشة مالها كبيرة فبتحتاج قدر الإمكان أنه تشوف المشروع قدامها بهذا المكان. بكل الأحوال نحن ما رح نعاني كتير. هلأ منلاحظ المؤشر تبع الأوتوكاد حيكون بهذا الشكل اسمه كروس هير، تمام، حيكون عبارة عن زائد رح يساعدنا بالرسم. أما بالنسبة لآخر شغلة الكومباس اللي هي البوصلة، هي رح نتعلم منها كيف فقط انه نفتل الكرتونة تبعنا، مثل ما احنا مثلا عنا هذا المسقط ونحن عم نشتغل هون واجهة تبع هالمسقط، تمام، بدنا هلأ نشتغل الواجهة الجانبية، فأنا ما بشتغلها بهي الطريقة، تمام، فبشتغل على أساس انه أنا أفتل الكرتونة تبعي كلياتها من وين؟ من الكومباس. هذا الشيء طبعا رح نتعلمه قريبا بهي الطريقة، بنفتل وبنشتغل بصير عندي كأني عم بشتغل بهذا الشكل تماما. طيب ممكن تكونوا ضعتوا نوعا ما او يلي فهم فهم الى اخره، شيء كتير بسيط رح نتعلمه ما في اي اشكال. هي بالنسبة للانترفيس تبعنا، خلينا نروح على الاوتوكاد ونلاحظ كيف نفسه تماما مثل ما كنت عم نشرح. هي عنا الريبن، عنا الورك سبيس، عنا الكومباس، مثل ما انتم ملاحظين هون الاسهم يلي بتفتل اللوحة، وعندي هون بالضبط شوية هيلبرز. طيب أنا كيف هلأ بدي بلش شغل بالأوتوكاد؟ لحتى تبلش بالأوتوكاد بدك تفهم شغلة كتير منيحة ألا وهي الكاستمايز تبع الشاشة تبعك. نحن دائما قبل ما نبلش بأي برنامج بنحاول نظبط إعداداته أول ومن ثم ننتقل إلى البدء بالعمل. طيب خلونا نظبط الواجهة تبع برنامج الأوتوكاد. مثل ما لنا شايفين هون رح يكون في عندي عبارة عن شوية اختصارات رح نشتغل عليهم هلا لحد قبل ما نبلش بالرسم، وحنضبط الوحدة تبع الرسم، بعدين فينا نحن نوصل لمرحلة انه نقدر نرسم بالاوتوكاد. طيب قبل هذا كلياته حابب انا اعمل شغلة، اتفقنا انه رح نصغر الشاشة، تمام، ونخلي هاي المساحة تكون بسيطة. طيب الاوتوكاد اي شيء فيه له اختصار، مثلا بدي ارسم خط انا بكبس L اللي هي اللاين، بعطيه انتر، تمام، وبرسم اللاين بغض النظر كيف انا دخلت الامر. هلا بنشرحه. نحن في شغلات بالاوتوكاد ما لها اوامر، يعني انا ما فيني ادخل مثلا على هذا الشيء من خلال الامر، فانا بدي اضطر اطلع بالماوس لفوق واختاره من القائمه وارجع انزل. فلهيك انا شو عملت، بدل ما اضيع انا بين 7200 اختصار، فرح روح انا وظبط هدول، حط فقط الشغلات اللي بدي اياها من هدول فوق واتركها، وبحيث انا اوسع الشاشه. كيف فيني اساوي هذا الشيء؟ رح بترك لكم ملف عمل اسمه AutoCAD Classic اللي عم يشتغل على نسخه 2014، رح يلاقيها موجوده اوريدي بالاوتوكاد بشكل اساسي او مدمج، تمام. اما بالنسبه للنسخ 15 وطالع ما رح تلاقوا هذا الشيء، فبنضطر ندخله بايدنا. كيف بدنا ندخل هذا الشيء؟ طيب بكل بساطة أنا رح أروح على الأوتوكاد، في عندي هون مثل مسنن صغير مثل ما أنتم ملاحظين اسمه Workspace Settings، تمام، أو Switching. طيب رح ندخل عليه. من هدول كلياتهم بتلاحظوا أنه في عندي أنا AutoCAD Classic، أنا هي ما لها موجودة أساسا، أنا دخلتها بإيدي. طيب بغض النظر عنها رح تلاقوا عندكم فقط هدول الثلاثة فوق وهدول الأربعة تحت. طيب رح فوت على Customize بالنسبة لهذا الموضوع، ورح بطلع لفوق، بلاحظ طلعت عندي هاي النافذة، رح بختار شيء اسمه Transfer، تمام، من القائمة الثانية بالضبط رح بكبس على New File وقل له Open. طيب لما قل له Open أنا شو بدي أعمل؟ بدي روح تماما على الملف اللي أنا حاطط فيه هاد هي الشيء، تمام، Work Files، رح حط لكم هذا بالدسكريبشن تحت. فلما نقول له اوبن بدخل عليه بكل بساطه، بنزل لتحت بقول له اوبن، بلاحظ انه لحاله طلع لي فرد لي هدول وخلالي الاوتوكاد كلاسيك تكون بيناتهم. طيب شو بعمل هلا؟ قال رح بمسك بالماوس هاد وزته بين هدول اللي على اليسار، انا اوريدي عندي اياه فما رح يرضى يحط لي اياه، تمام، فرح اقول له كانسل لانه اوريدي موجود. طيب بس خلصنا من هاي العمليه، بنروح بنقول له اوكي وبنسكر هي النافذه، تمام. طيب بعد ما عملنا هذا الشيء شو رح يصير هلا؟ انا بكل بساطه رح تلاحظوا انه انا جيت لهون على المسنن مره ثانيه، ورح بختار هلا الاوتوكاد كلاسيك، هي اللوحه تبع الرسم اسمها درافتنج اند انوتيشن، هي الاساسيه او الديفولت تبع الاوتوكاد. رح بختار الاوتوكاد كلاسيك،
بلاحظ أخذ وقته شوي يعني اتركوه معلش، بلاحظ إنه تغيرت تماما الواجهة. طب شو صار بالضبط؟ أنا هدول الأدوات حاططهم أساسا موجودين باللوحة. هلأ بالنسبة للكورس تبعنا هدول ما رح نستعملهم، فشو رح بعمل؟ رح سكرهم. من هدول النقاط اللي فوق رح بمسك وبسحب للنص، طلع على برا، نفس الشي هي ونفس الشي القائمة اللي هون، كلياتهم هدول في اكس صغيرة على اليمين فوق بضغط عليها، بكل بساطة بتختفي القائمة. طبعا خلص تختفي، ما عاد تطلع كل ما نشغل الاوتوكاد، وهي كمان على الاكس خلصنا منها. طيب شو صار هلا بالاوتوكاد؟ الاوتوكاد كلاسيك بيعتمد على واجهة من اسمه كلاسيكية، تمام؟ بنلاحظ انه الكوماند بار اختلف، هدول ضلوا، والريبن اختفى من عندي. هو فعليا ما اختفى، موجودين هون كلياتهم، تمام؟ بس الفكرة انه قللتهم بالرموز اللي انا بدي اياها. طيب هون في عندي مثلا شيء اسمه ليرز رح نشتغل عليه ان شاء الله قريبا. هون في عندي مثلا لون اللير، نوع الخط او سماكة الخط الى اخره، وشوية اختصارات تانية مثل ما انا ملاحظين. طيب هي انا اول شغلة سويتها اني ضبطت واجهة الاوتوكاد، هلأ بدي اضبط الوحدات. خلونا نركز على شغلة صغيرة بس، الوحدات ما ضروري دائما تضبطها بالاوتوكاد، بس انا بدي اضبطها لسبب معين، رح فوت على شيء اسمه يو ان، تمام؟ طيب انا شلون بدي فوت على هذا الشيء وانا ما بعرف كيف بدي انا ادخل الاوامر بالاوتوكاد؟ الاوتوكاد بكل بساطة هو عبارة عن شخص اخر، تمام؟ بدك تعتمد انه الاوتوكاد هو شخص عم تحاكيه فعليا. طيب كيف نحن بنحاكي؟ قال بكل بساطة عن طريق الاوامر، الكماندز. الكماندز هن حرفيا الترجمة تبع الامر. مثلا بدي ارسم خط، تمام؟ الخط بالانجليش شو هو؟ line، تمام؟ فانا بضغط على حرف ال L بلاقي طلع لي براس القائمة line. طبعا في شغلات تانية بحرف ال L بس لحاله حاطت priority لللاين انه يطلع براس القائمة. بضغط عليه بلاحظ انه دخل على امر الرسم. انا هلا وين ما بضغط بحط نقطتين مثلا على سبيل المثال وبلاقيه عم يرسم. طيب خلونا بس هلا ما نفوت بهالموال هاد، انا بهمني اني فوت على شيء اسمه يونتس، فراح ادخل على يو ان، بنلاحظ انه عطاني اليونتس. طيب كيف بدي ادخل الامر؟ بكل بساطه راح بضغط على اما المسطره او الانتر، بس نحن بحاله السهوله والاحترافيه راح نضغط على المسطره. ضغطت على المسطره بكل بساطه طلعت لي هاي القائمه تبع اليونتس، راح اورجيكم هاي القائمه عن قرب بهي الطريقة. أنا بهمني شغلة واحدة حاليا، نوع الوحدة هلأ ما بهمني لحتى نوصل للطباعة بنحكي فيها. حاليا بهمني عدد الأصفار بعد الرقم، تمام؟ يعني أنا لما بجي برسم، خلوني أقول له أوكي، لما بجي برسم شيء بلاحظ أنه عدد الأصفار مثل ما أنا ملاحظين بهذا المستطيل اللي بقلبه أرقام باللون الأزرق، في عندي أربع أرقام بعد الفاصلة. طب هذا الشيء مزعج بالنسبة لي، فأنا شو رح بعمل؟ رح بخليها بكل بساطة عبارة عن رقمين. خلينا نفوت يو ان، رح بضغط على المسطرة لحتى ندخل الأمر، ورح بختار بدل أربع أصفار صفر واحد فقط وبقول له أوكي. هلأ لما بجي برسم بيطلع لي رقم واحد صحيح، تمام؟ هي أول شغلة ضبطناها، عفوا تاني شغلة ضبطناها بالأوتوكاد. طيب الشغلة الثالثة اللي رح نضبطها هي حتكون بالنسبة للمساعدات للرسم. طيب قبل ما أنا فوت بمساعدات الرسم بدي أتعلم كيف أرسم، صح؟ طيب الأوتوكاد اتفقنا بيعتمد على شيء اسمه الأوامر، مثل ما أنا شايفين هون مكتوب type a command، تمام؟ طبعا أنا ما بجي بكتبه هون، بكتبه فورا وأنا باللوحة. على سبيل المثال بدي أرسم خط، تمام؟ رح بضغط على L، تمام؟ وبضغط على المسطرة اللي هي line، رح اجي ارسم الخط. الخط مكون من شو؟ من عدة نقاط وموصول بيناتها، معناتها انا لارسم خط رح بدي احط على الاقل نقطتين. هاي النقطة الاولى رح بحرك واخد اي اتجاه، وهي النقطة الثانية، تمام؟ طيب حلو كتير هذا الحكي. الاوتوكاد لما انت رسمت هذا الخط على سبيل المثال انه انا خلص ما عاد بدي ارسم، فشو بعمل؟ انه انا اكتفيت بهذا الخط، فبكل بساطة بضغط على اسكيب اللي بزاوية الكيبورد على اليسار، بضغط على escape بيقوم بيخرج من الأمر. معناته خلونا نراجع القواعد. نحنا لما بندخل أمر بنضغط الاختصار تبعه، مثلا line اختصار وL، بنضغط على المسطرة لحتى يعطيني enter،
إذا أنا ما بدي أرسم الأمر قررت ألغيه، فبكل بساطة بضغط على Escape على زاوية الكيبورد وبلاحظ أنه خلاص لغى الأمر. بحال رسم الخط رح بضغط على Line، بضغط Enter، أنا رح برسم بشكل لا نهائي. طبعا الأوتوكاد ما بيحدك بأي شيء أبدا مثل ما انا ملاحظين. طيب حلو، انا هلا شو صار فيني؟ رسمت، تعبت اللوحة. طب انا بدي اطلع لفوق، بدي كبر اللوحة، بدي صغر الرسمة، شو بدي اعمل؟ قال بكل بساطة مثل اي برنامج، انا راح بستعمل السكرول اللي على الماوس اللي هو الدالوب من له. اذا رجعت لورا راح يعطيني شيء اسمه زوم اوت، تمام؟ طبعا بتلاحظوا انه ما خرج من الامر ابدا، لا بضل بقلبه. فالزوم اوت والزوم ان، كمان اذا عملنا سكرول لقدام، الزوم اوت والزوم ان هن عبارة عن امرين ما بيخرج منهم الاوتوكاد من الامر اللي انت عم ترسم فيه. طيب انا بعد ما رسمت اوكي وسعت، بدي ضل اعمل زوم اوت، احيانا بيوقف الاوتوكاد ما بيرضى يعمل زوم اوت. طبعا هو الزوم اوت تبعه لا نهائي مثل الزوم ان، بس احيانا بيعلق شوي لحتى تطلع من الامر. طيب في حال انا وصلت لهي المرحلة، رح بضغط على السكرول نفسه، ما عاد اقلبه لا لقدام ولا ورا، رح بضغط عليه، بقوم بلاحظ انه طلع لي مكان الماوس عبارة عن ايد. هي الايد اسمها بان، تمام؟ مثل الفوتوشوب، مثل الماكس تماما، رح بتحرك بهي الطريقة خلال اللوحة تبعي، وبكمل انا مثلا رسم بهي الطريقة هون. بكل بساطة انا بعد ما خلصت رسم رح بضغط على اسكيب. لما اعمل اسكيب صار فيني انا حر ارجع واعمل زوم ان زوم اوت او بان بكل بساطة. طيب سؤال واحد سألني، قال انا اذا انا عم برسم مثلا لاين، فيني اعمل بان؟ قال ايه فيك تعمل بان. فيني اعمل زوم ان زوم اوت؟ ايه فيني اعمل زوم ان زوم اوت بدون ما يخرج ابدا من الامر. طيب حلو، هذا الشيء خلصنا منه. طب اذا انا هلا عم برسم، تمام هي اللاين عم برسم، قام خربطت، ما بدي هي النقطة ولا بدي هي النقطة، شو بعمل؟ قال بعمل شيء اسمه اندو، يلي هو الكنترول زد مثله مثل اي برنامج. كنترول زد اكثر من مرة ملاحظ انه حتى وصل لدرجة انه رجع للبداية وطلع من الامر. اذا كبست سكيب خالص ولا كأنه في اي شيء. طيب في شغلة حلوة بالاوتوكاد، اذا انا عملت كنترول زد، كنترول زد يلي هو تراجعت عند هدول النقطتين، قام تذكرت لا انا هي النقطة بدي اياها، فشو بدي اعمل؟ بدي اتراجع عن التراجع، فانا راح بضغط على كنترول واي. بنلاحظ سوري صار في مشكلة، خليني اعمل هيك مثلا، رسمت هي الرسمة، راح بعمل كنترول زد، بلاحظ انه اختفت الرسمة، انه انا رسمتها بامر واحد. فاذا بضغط هلا على كنترول واي بنلاحظ انه تراجع لي عن التراجع يلي صار بهذا المكان. لما تكون انت خلال الامر مثل ما طبقته من شوي ما بياخذ الكنترول واي لانه امر منفصل، تمام؟ فبياخده بعد ما انت تخلص الامر. يعني على سبيل المثال انا رسمت ريكتانجل بهذا المكان، حسيت انه مو ظابط فعملت كنترول زد، تمام؟ لما عملت كنترول زد اختفى، فلاحظت انه في شيء ناقص، طب بدي رجعه. وانا طولت لحتى رسمته، ضليت 3 4 ساعات عم برسم هذا الريكتانجل، بعمل كنترول واي، فشو رح يعمل؟ رح يعمل لي تراجع عن التراجع ويطلع بمكانه مثل ما كان. طيب خلونا نمحي هدول مبدئيا بهي الطريقة. فهلا نحن اتفقنا، عرفنا كيف ندخل الأمر وكيف نتعامل معه بطريقة ما. هلا بنشرح أكثر لما نوصل للرسم. طيب في شغلة مهمة لازم نضبطها كمان بالنسبة للأوتوكاد، ألا وهي الهيلبرز، تمام؟ قبل ما نبلش أي شيء رح نضبط هدول الشغلات. طيب خلونا نبلش بالاف 2. الاف 2 هي عبارة عن الانفو. شو يعني انفو؟ انا بكل بساطة لما اضغط على اف 2 بلاحظ طلعت لي قائمة. شو هي هي القائمة؟ اذا بتلاحظوا هي عبارة عن الاوامر اللي انا استعملتها من لما فتحت الاوتوكاد لحتى الوقت الحالي. اخر شيء عملت له اريز اللي هو المحي، وعمل لي كتب لي هذا الشيء بالريبورت اللي هو التقرير، تمام؟ فبكل بساطة أنا لما أحيانا في عنا شيء اسمه حساب مساحة، فأنا حسبت مساحة هذا الشكل، تمام؟ بيطلع لي الرقم وبيختفي بعد شوي، فأنا كيف بدي أرجع أطلعه؟ بكل بساطة بضغط على F2 وبدور على مطرح ما أنا أخذت المساحة، الرقم كذا كذا إلى آخره بهي الطريقة. هي فائدة الـ F2. أما بالنسبة للـ F3 فهي عبارة عن شيء اسمه O Snap. الـ O هي refers to object، يعني عبارة عن عنصر، تمام؟ السناب وين ما شفناها هي عبارة عن حرفيا
المغناطيس او الشغلة اللي بتلقط الزاوية او الطرف او الى اخره باي برنامج، تمام؟ طيب وين هذا الشيء بشوفه؟ على سبيل المثال انا عم برسم ريكتانجل، بدي ارسم هلا خط من هي الزاوية تماما. لما اجي انا بدي ارسم خط، يعني انا مرئيا شايف اني انا عم برسم من هذا الخط، تمام؟ بس فعليا الخط اذا بقرب عليه بلاقيه طحش على الشكل بهي الطريقة. طب شو الحل؟ الحل انه بدي شيل اطلي الزاوية. شو هو؟ قال الاو سناب. اذا ضغطنا على F3 بلاحظ انه هون في عندي شغلة تفعلت، شايفين؟ عم طفيها وشغلها انا بالF3، عم يعمل لي اون واوف اللي هو الاوبجكت سناب. بكل بساطة لما اجي اضغط L بعطيه انتر، مجرد ما اقرب على الزاوية بلاحظ انه كمش لي الماوس لحاله بمربع اخضر، معناها انت هلأ حرفيا على الزاوية، تمام؟ او من منتصف الضلع بهي الطريقة مثلا، تمام؟ او مثلا لهون. حلو، اعمل اسكيب ورح بعمل زوم ان. قد ما اعمل زوم ان مستحيل تلاقيهم بعاد عن بعض، مستحيل. خلص لقطة على الزاوية وهي هي الاو سناب. طيب خلونا نشوف يلي بعده. عندي شيء اسمه الجريد، تمام؟ الجريد اختصاره F7. شو هي الجريد؟ شايفين هي الجريد الغير مرئية والغير مستعملة؟ قال هي حاطينها كرمال رهاب الرسم، تمام؟ او رهاب المكان الفارغ. يعني احنا لما نجي نشتغل مشروع او اسكيز او الى اخره، بنخاف من الورقة البيضاء اللي حاطينها قدامنا. فهن نحن شو بنعمل؟ نبلش نشخبر، نقيم، نحط، نكتب مثلا نص المشروع مرة ثانية على جنب، كرمال بس نتونس مو اكثر. وهن حاطينها بالاوتوكاد نفس الشيء. فنحن اذا حابين نطفيها، انت شجاع لدرجة انك تطفي الجريد، فما في اي اشكال. بوس على F7 بطلع لاحظ انه اختفت وما في اي اشكال. حتى لو انت مشروعك قدامك F7 ما بتساوي شيء، بس بتطفي الجريد وبتشغله. طيب رح نجي على اللي بعده اللي هو الاف 9. الاف 9 هو السناب تو جريد. شفتوا الجريد اللي كنا عم نطفيها ونشغلها؟ قال هي احيانا فينا نشتغل عليها بالسناب. طب كيف فينا نساوي هذا الشيء؟ قال بكل بساطة انا اذا كنت عم برسم لاين، تمام؟ رح تلاحظوا انه اللاين عم يتحرك بشو؟ بأريحية. يعني انا الماوس تبعي ما الحاسس في شي عم يلقطها او يعيقها او تعلق او الى اخره. مجرد ما كبست F9 بلاحظ انه عم يتأتأ، اذا ملاحظين شايفين كيف؟ طب شو كيف عم تمشي؟ قال عم تمشي فقط على شو؟ على مربعات الشبكة، على الزوايا تبع مربعات الشبكة بهي الطريقة. طيب لما تلاحظوا انه الماوس شوي هيك عم تعلق، معناها في مشكلة بالاف 9، شيكوا عليها، نضغط عليها وهيك بنرجع الماوس فارغة مثل ما كانت، او عفوا حرة بهي الطريقة. مثل ما احنا شايفين الاف 9 هي هون موجودة بهي الطريقة، عم طفيها وشغلها. انا ما الي حاجة الها فرح طفيها، تمام؟ فبس كرما اذا حسينا مشكلة نشيك على الاف 9. طيب الاوتراك اللي هو الاف 11، انا تركت هدول للاخير كرمال لانه شوي بدنا نشرح اكثر. الاف 11 اللي هي الاوتراك، الاوتفان هي الاوبجكت، والتراك هي مثل تتبع او مسطره او الى اخره. بالاوتوكاد انا بسميها المسطره او الجايد لاين. شو هي هي؟ قال انا لما اكون عم برسم مثلا هي الريكتانجل، بدي ارسم انا خط موازي او ببلش من بدايه المستطيل، بس بدي ارسمه هون مثلا. عرفتوا كيف؟ طيب راح باخذ اللاين وراح اجي ارسمه هون. مستحيل انا يطلع معي هذا الخط بمستوى هاي النقطة. إذا باخذ أنا لاين هيك، شايفين كيف تجاوزه؟ طيب أنا كيف بدي أعمل هذا الشيء؟ كيف بدي يكون على مستوى هاي النقطة تماما؟ فأنا هون بستعمل شيء اسمه أوتراك الـ F11. غالبا نحن هدول الاختصارات يا بيكون مطفى يا بيكون مشغل، فنحن بنشيك عليه من تحت. إذا ضغطت على الـ F11 بلاحظ إنه هون عم تشتغل وتطفي، فرح شغلها حاليا. رح بيجي لهون وقرب على هاي النقطة اللي بدي أرسم على مستواها بهي الطريقة. مجرد ما انا قربت لا حدا يكبس شيء ابدا، لا امشي بالماوس مثلا على اليمين، بلاحظ انه طلع عندي خط اخضر منقط. هذا هو الاوتراك، تمام؟ هذا بالضبط اذا كبست على الاف 11 بتلاحظوا انه اختفى، تمام؟ طيب شايفين كيف انا اذا اجيت لهون بعد ما شغلنا طلع معي الاوتراك، تمام؟ هلا بضغط وبحرك على سبيل المثال، لاحظ اذا رسمت لاين تماما جايه مع بدايه هي النقطه. فهمنا شو شغله الاوتراك؟ هي شغلته وهي اختصاره. طيب اخر شيء اللي هو الاف 12 اللي هو التشات. اتفقنا انه الاوتوكاد هو عباره عن شخص عم تحكي معه. شو بقصد بالتشات؟ التشات انت لما ترسم لاين تكبس ال تعطيه انتر، تمام؟ شو عم يقول لك هون عند الماوس قبل ما اكبس نقطه؟ عم يقول لي سبيسيفاي فيرست بوينت بهذا المستطيل الرمادي.
ونحو في رقم. طب اوكي رح اعطينا النقطة الاولى. هلأ رح حرك، دائما خذوها قاعدة لما بدك ترسم اي شيء بالاوتوكاد، حط اول نقطة وحرك الماوس بدون ما تضل كابس او تكبس مرة تانية. لا، حطيت اول نقطة حرك. طيب هلأ شو عم يقول لي؟ عمل لي specify next point، معناته شو عم يعمل؟ عم يحكي معي. تمام، specify next point، بدي ضل انا حط له النقاط التالية. تمام، طيب انا هي اذا ضغطت F12 بلاحظ انه بتختفي، ما عاد قال لي لا specify ولا هم يحزنون. ملاحظين كيف؟ بكل بساطة برجع بشغل F12 بترجع بتطلع، فلهيك لما تختفي لحد يحذف البرنامج يرجع ينزله، لا فقد كبسه على F12. طيب هلا بننتقل لشيء كتير مهم يلي هو ال F8 وال F10. ال F8 هي البربنديكولار يلي هي التعامد. شو يعني تعامد؟ انا بقصد لما عم بيجي ارسم لاين هون بلاحظ انه شو صاير فيه؟ عم يعطيني زوايا حرة. تمام، يعني عم برسم اللاين باي زاوية باي ميلان. طب انا مجرد ما ضغطت على ال F8 بلاحظ انه قفل شو على اليمين واليسار اللي هو على الهوريزونتال، ولفوق ولتحت تماما، فهلأ ما عاد يرسم الا شو؟ الا خطوط متعامدة مثل ما لنا شايفين. طيب كيف بدي طفي؟ ارجعك بس على ال F8 بلاحظ انه طفت، وهذا الرمز تبعه بتلاقوه هون بالضبط بهي المكان. شبيه لل F8 عندي ال F10. ال F10 هو البولر، بولر هو معناتها زاوية دائرية، يعني زاوية من دائرة أو شيء قطري أو إلى آخره. طيب رح بيجي لهون بلاحظ إنه مرسوم عندي هذا الرمز اللي هو F10، ضغطت على F10 وجيت بدي أرسم. طب لاحظ ما في اختلاف، شو عم يصير؟ طب شو ليش تشغلنا احنا؟ بس عم يطلع لي انا كل ما فتلت 90 درجة بيطلع لي مثل المسطرة الخضراء اللي حكينا عنها، صح؟ طيب هون بالبولر في سهم صغير ناحو، اذا ضغطنا عليه بلاحظ انه بيطلع لي ارقام. هدول الارقام مو عن عبث، هدول الزوايا الشهيرة، يعني 90 180 270 45 90 135. شو بفهم انا من هدول؟ من هدول بفهم انه انا هلا محدد له على 90، قال كل 90 درجة يطلع لي تراك اخضر. طب تعالوا نجرب ال 45 مثلا، رح برسم هلا لاين، هلا رح بروح على 45، شايفين كيف طلع لي خط اخضر؟ مثلا بروح هلا على 45، لاحظ عم يطلع لي صار فيني ارسم انا على مسطرة معينة بهي الطريقة. لاحظين كيف؟ على 45 عم برسم تماما. طيب فيني غير هذا الشيء؟ طبعا فيني غيره لأي زاوية أنا بحبها، مثلا على 5 زوايا كل 5 درجات يطلع لي مسطرة. شايفين كيف بيصير مزعج؟ طيب فلا هيك ال F10 لما تستعملوه دائما طفوه بعد ما تخلصوا. اما ال F8 فكتير بسيط، لانه احنا اساسا اغلب شغلنا حيكون مساقط متعامدة غالبا، الا اللي بيشتغلوا اورجانيك وخطوط منحنية غبية الى اخره. طيب نصيحة مني للجميع، الخطوط المنحنية خلوها لحتى تفهموها تماما، تفهموا كيف تتعاملوا معها، بعدين بتنتقلوا للرسم للمنحني. خليكم دائما بالخطوط التعامد، يعني هي ملاحظة على جنب. طيب بعد ما انا فهمت هدول يلي بهيقولي العمل كلياته صار فيني بلش او لا، انا رح اقولكم انه لا استنوا شوي. قال في عندي شغلة بس اخيرة اضافية، قال انا بدي فوت على السيتنجز تبع السناب، تتذكروا الاو سناب يلي بيلقط الزوايا؟ طيب هذا منين بدي اجيبه؟ قال من هي القائمة اللي تحت، بنلاحظ انه في عندي هون على هي الشبكة، رح بضغط كبسة يمين مثل ما انا شايفين رايت كليك، رح بضغط عليها كبسة يمين ورح بختار سناب سيتنجز. طيب خلونا نشوفها هون، بجي لهون لتحت بضغط كبسة يمين بختار سناب سيتنجز. طب شو بيطلع لي هون؟ بيطلع لي شغلة اسمها الاوبجكت سناب يلي هي الاو سناب نفسها، رح بختارها. هلا بلاحظ انه عندي هون عدة شغلات محددة، شو هن هدول؟ قال هدول العناصر او النقاط يلي رح يلقط فيهم الخط، يعني مثلا رح يلقطوا عند نهاية، عند نهاية معينة، عند منتصف معين، عند سنتر دائرة او الى اخره. هلا هدول انا ما بدي اياهم كلهم، فشو بعمل؟ بشغل فقط يلي بدي اياهم، فانا رح بقول له كلير اول. تمام، ورح روح بكل بساطة اختار عدة شغلات دائما اختاروها مثلي، رح باخذ الاند والميد والسنتر. تمام، رح باخذ الانترسكشن اللي هي التقاطع، بالاضافة لجارتها البارالل اللي هي التوازي، بالاضافة للتانجنت اللي هو المماس، البربنديكولار اللي هو التعامد. اما ما تبقى ابدا لا تستعملوه، كتير بيغلب بالشغل. طيب رح نقول له اوكي، هيك بنكون نحن جاهزين تماما للعمل. هلا صار فيني شو؟ now you can start your drawing.
تمام؟ صار فيني هلأ بلش أنا الرسمة تبعي من خلال هدول الاختصارات اللي رح نتعلمهم بالدرس القادم إن شاء الله. من خلال أنا اختصارين أو ثلاثة رح خليكم ترسموا مسقط كامل بهي الطريقة. ترقبونا بالدرس القادم، بتمنى تكونوا استفدتوا من الدرس، نلقاكم.